السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم رايد مطلع جديد جينا طبعا اليوم عندنا دقيقة وش يقول طبعا اليوم عندنا أول فكرة أنه إيش رحنا المطعم، أخذنا المطعم طلب أو وجبة، بنذوق الوجبة بنحاول نسوي نفس الوجبة ونفس الصوص، صح؟ اليوم مش عندنا إخوان، بسم الله الرحمن الرحيم. نقول بسم الله، طبعا ما تفتحون من فوق، تفتحون من هنا. الله الله الله، بسم الله وعلى بركة الرحمن. طبعا يا اخوان الخس ممتاز ومفيد، لكن انا ما والله طبعا الطماطم برضه مفيد يا اخوان، لكن انا معك تاخذ تعطيه اخويك. ايوه والله يسبوني ارنب كثير والله. طيب يا اخواني هذا البرجر ممتاز. كيف الصوص؟ قسم بالله انه مره حلو والله. طيب لا تشبع، ليش؟ لازم انك ما تشبع. ليش؟ نطبخ زيه بالضبط، حاولنا نطبخ زيه يا عديم التحفيز يا بارد الوجه. عززني يقول لي يلا بسوي زيه ايزي، والله باذن الله بسوي زيه. شوف كتبهم بسوي زيه؟ اي بسوي زيه خلاص. طيب الحين وش الخطة، وش الجدول؟ الخطة يا اخواني انه بنحاول نسوي او نطبخ انا وراكان نفس الطبخة، نفس الوجبة، نفس الصوص، نفس كل شيء، ولكن نفس الخس. نفس الخس، بس في شيء ممكن انت ما تحبه، لازم نروح نتقضى الحين. لا تكفى والله والله بنتقضى والله. عزت بنروح نتقضى، تعالوا معنا وشوفوا. تعالوا معنا وشوفوا. طبعا رحنا مشي يا اخوان، والله تعبت. رحنا مشي الان سوبر ماركت بناخذ الاغراض. الان بنبدا بايش؟ باغراض الصوص. اول شيء ناخذ مايونيز كاتشب، تعالوا معي خلينا نشوف. بسم الله، اول شيء ناخذ صحن عشان نخلط فيه. هذا ايش؟ ملعقه عشان ناكل. لا برقع ما دخل. مشينا. طبعا ناخذ اول شيء كاتشب. نفس اللون، نفس كل شيء والله. كاتشب هذا شوي، هذا شوي مايونيز. مايونيز هذا ولا مايونيز ثوم، صح؟ اي هذا اللي يقعدون يبخبخون العيال. هذا ممتاز. طبعا الثلاثة هذه نخلطها وان شاء الله يصير نفس الصوص، خلي طبيعي. طبعا هذا دبس الرمان. دبس الرمان ليش؟ ايش فيه يابس؟ ناخذ خل، ناخذ خل، ناخذ لحم نفس كذا، بعدين ايش يصير فيه؟ ينفرم، خليه ينفرم. ايش فيك؟ غلط غلط فيني، غلط. شوفوا هنا البلعوم. ايه طبعا هذا بنفرمه ونخليه كذا مفروم. هذا الناتج يا اخوان، شفتوا قبل شوي صار كذا فرمناه. الان وين نروح؟ ناخذ خبز وبهارات. بهارات اول شيء ناخذ فلفل اسود، طبعا ناخذ جبن. هوبا يا عمري باقي الخبز، ناخذ خبز ونوجه وين؟ للمقر. بسم الله. ايوه طبعا اخذنا خبز، خبز اللي هو خبز بالبطاطس، والحين نروح نحاسب خلاص المقر الوعد. طبعا اليوم عندنا خس ارانب. طيب اول شيء ايش نسوي يا اخوان؟ ها برجر، انت يبغى برجر؟ انا سو سو؟ لا انت جوعان؟ اوكي انت اكل، بعدين بطن كثير، بعدين وين نروح؟ مستشفى. مستشفى على طول. هذا كيف نسوي؟ اول شيء نبدا بعد يا اخوان. يا عمري المهارة. بعدين ناخذ الجبن، الان ناخذ اللحم يا اخواني. ايوه ليه 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 الكمية ذي؟ إيه؟ يا ابني انا اقسم بالله بنحط بهارات ونقعد نخلط بعدين تصير كوري قصدك. ايوه طبعا يا اخوان اول ما تبدون تسوون كذا. الله اكبر. بعدين ايش؟ الرمية متهيبة. الله. طيب نحط فلفل اسود شوي يا اخوان. شوي والله مو شوي كثير ذا. ما عليه. بعدين نخلط. بعدين نخلط الملح. أيوة. وين؟ ولا مو الحين؟ لا لا جيب ملح، جيب ملح. الملح يا مخلط. الملح. يا عيني يا شيخ. ونكمل ايش؟ خلط. الان ناخذ دائرة كذا زي كذا. ايوه. اي كذا. بعدين نضغطها، بعدين نحط جبن فيها. روح ازهلني، ركز معي. خذ واحدة ثانية، سوي كذا. فهمت؟ وقفل. ايوه تصير هذه الطبقه يا اخواني، تشوفون طبقه كيف؟ يا عيال هذا حط برجر كبر جسمه، مره صغير. وش البرجر؟ صغير والله قهرني، مره صغير يا عيال. كنيله. شوف انا، شوف شوف. صارت اربع الحين عندنا، اربع برجر. طبعا يا اخوان الان بنبدا بايش؟ بالصوص. الصوص هو عباره عن دبس الرمان، ناخذ منه ملعقه بسيطه ويلا يمشي شوي. ايوه ملعقه بسيطه كذا، شوي شيء بسيط بس.
نحطه هنا. ممتاز ممتاز. ناخذ ايش برضو؟ ناخذ نلخل من لقى كذا او غطاها بس خل عادي ساده كذا. ايوه بس بقى. بعدين ايش؟ طيب. هذا مايونيز حط من اللي معك. بس الله يخليك يا سلام. بعدين ايش يا اخوان؟ بعدين احط كاتشب شوي. ممتاز. بيكون بالشكل هذا يا اخوان. بعدين نخلط اخواني باذن الله بيكون نفسه بالضبط. طبعا يا اخوان نحط شوي كذا لمسه بسيطه بس. كمل خلط يا وحش. يوه ايه. الله انه حلو قسم بالله العظيم انه حلو مره. هذه هنا. طيب بسم الله. يعني بالخبز. ايوه نقطعها شرايح كذا يعني. ايوه خلصنا اربعه. الخس ما يرضى عليك. الخس اقول لك جاهز. شوف ايوه بوم. ايوه يا سلام. يلا هين نبدا نحط شوي زيت. بس سوي كذا عشان ايش يا اخوان؟ عشان البرجر ما يلزق او ما يحترق يعني. شوي ما تحرك. النار مين شغله؟ يا طيب الان بسم الله ناخذ اول شيء الكبار. نحط الواحده ولا اثنين؟ حطوا ونحس. ما بيصوت. ناخذ هذه وناخذ معها. في ريحة. اتوقع انه بيجلس 4 دقائق و 32 ثانية. يا اخي انت كيف؟ بسم الله. والله في زيت يطير. يا عيال انتم اهم شيء ما عليكم من الريحة باذن الله انه طعمكم طيب. ان شاء الله باذن الله بيطلع لكم شيء من وحي الخيال باذن الله. انا كلي ثقة فيني وبنفسي. فيك قصدي. باذن الله يعني ما راح اطوله بالمستشفى 3 ايام 4 ايام. يا حلو ما عليكم لا تخافون يا ترى مرة حلو والله. يا اخوان انتم ما عليكم المنظر. ايش في منظر؟ شوف. والله انه حلو. والله انه عظيم قسم بالله. ما عليك لا تخوفني. اقلب كوكايين. قصدك يا اخي ترى ما راح. يا عيال يدك صغيره مره. لا ايوه خلاص. ايوه بعدين اسفل. ايه مخرج ما تطلع. طلع وش فيه؟ وش فيه؟ فاروق تعال تعال فاروق تعال. شوف كاميرا كلام انت. انا اول نفر اكل. انا اول نفر اكل. كلام انا اول نفر اكل. انا اول نفر. ايوه باذن الله. انت ايش تبغى؟ مستشفى مكيف كبير ولا مكيف صغير؟ شوف فاروق هذا ايش هذا؟ هذا زبون ركيب كذا بعدين جوع. ايوه هذا خفيه تسالي. هذا ما في مختلف. يلا انت الحين سوي فرق انت. دقيقه ايوه هذا جيعان ذا مجمعين يا عيال. اول شيء ناخذ هذه طبعا نحط صوص. احسن الله عزاكم يا اخوان. الله العظيم انا من شفت اللي معاي ركان انا غاسل يدي. والله قلب عليك. بسم الله يا اخوان. اول شيء نحط البرجر هنا زين. بعدين نحط الخس ثم البرجر. عطني الطماطم. الطماطم باذن الله. طب هذا كبير مره اكل من البرجر بس ما عليه. ها كيف الشكل؟ مره ما يشهي. والله العظيم. والله ما يشهي. طيب شوفون مره زين يعني خلص البرجر ذاك برجر ثاني. بسم الله. ما مرت. يلا بسم الله. الصوص تشوفون طعم يا اخوان؟ مو طعم قصدي تشوفون شكل؟ بسم الله. حلو دق. هذا يجيني فيه والله يجيني. يا كوكل زين. هي مكسورة عيني احسك بسم الله. كيف؟ 100 شيء؟ هي والله! لك شيء؟ حلو؟ بسم الله. يرجع لي موت. ورب المصعب. قسما بالله العظيم انه مره حلو. يا عيال اقسم بالله حط الزبون. حط الزبون يقول مو حلو. رب الكعبة انه حلو. اقسم بالله. مو فاروق تعال. فاروق جاء تفضل فاروق. اول شيء فين فاروق؟ ركب صلصه. صوص. انا طلعت. ايش في هذا؟ ليش تتعب نفسك حبيبي؟ هنا شيل هذا. انا يا اخي جيب هذا ابو فاروق. طبعا هذا شكل النهائي يا اخوان. بسم الله. مو حلو.
تعال احمد والله انه طيب والله يا انا معني بضميري عشان النادي يا اخوان انا باكل هي صوص صوص حط صوص حط صوص موجود في صوص والله اني خايف من اللقمه تعال وش يصير فيها والله ثاني يلا احمد قسم بالله بذمتك طماطم اسمع بذمتك ما ابغى طماطم بس كذا ساده والله حرام عليك حط حط صوص كثير بسم الله ها والله والله لذيذ يس تعال تعال بسام والله والله انه حلو بسام طبعا هذا الطبق يا اخوان خلص طبعا يا اخوان التقييم تقريبا 7/10 مو مثله بالضبط بس انه يعني الصوص والله انه 10 قسم بالله انه 10 قدرت اقلد لا تقلدونا اصغر لا اقول لك مداعب اللي قاعد نطلع هذا غط بالصوص يا والله ريحه ما صمنا واي واحد ياك من اكلي اسال عليك شيء شفرك كيف اكلك مره حلو تمام صح والله حلو ممتاز يا رب تابع حلو اي والله يرضى عليك مره حلو ايش فيك ها يا كيف الاكل حبيبي الله يسعد حبيبي الله يرضى عليك الله يعطيكم العافيه يا اخوان ما قصرتوا تنسون لايك والاشتراك وزر التنبيه جايلكم بالجنه يا رب هذا مستشفى ايوه صبر غلط يمدينا نجيب بي سي معي